Wow, boy! صباح الخير أصدقائي الأعزاء، الصحة والعافية إن شاء الله على قلبكم. طبعا الشمس بعد ما طالعة، جو طبيعي جدا راقي. طبعا البارحة الساعة 7 بالليل قطيت الحمام، ان شاء الله راح ينزل فيديو وتعرفون شلون قطيت للحمام البروتين مالته مع تجهيز المطيار. طبعا ذني ايش قد العدد، ذني 6 حمامات، وهناك عندنا تقريبا 12 لو 13 وحده، وقسم من اتن طلعا من عند باعا، وقسم من أتن وصلن هدية الأشخاص. طبعا ذني متهيئات للطيران إن شاء الله، وذني متهيئات للطيران، فإن شاء الله راح نطلق هاي. طبعا شباب البارحة أنا أتابع العين وأتابع الريش، فتابعت وصلن للريشة الرابعة. هذا الحمام اليوم آخر، يمكن اليوم وباكر آخر مطيار. لما تكمل الخامسة والسادسة نقدر الدور نباشر بيها بالسابعة أو بالثامنة، وعدكم ذني إن شاء الله هم جاهزات إن شاء الله للمطيار. طبعا نزلت من أتن الميسة، عدنا نزلنا اللي جوا قطيناه فحل، ويمكن الميسة راح أطبقه ويا أبوه لان طلعت عدة طيرة، فراح اوخر امه اطبقها ويا ابوه، اريد اكثر من هذا الانتاج لان انتاج جدا حلو. بالنسبة للحمام العراقي هذا بلونس ان شاء الله، هو هذا بعد ان شاء الله موسمه. طبعا الجو يخبط وهاي الشمس نبعت لحد الان ما طالعة، وهاي الديوجة التعاعي، وهذا صديقنا العزيز ان شاء الله ما ناسينا. طبعا خلنا نطلق الحمام وان شاء الله نتوفق بمطياره. يلا غاتي، يلا عين، يلا الله ولك. السنك الشهادة ان شاء الله نطلق العدنا ذني، ذنه 5 وذاك 6 مالته. طبعا البارحة روحت فرخة من عتن، البارحة روحت لوحدة والله، ف هي بينت عندي الساعة 12 تقريبا، بينت عندي شفتها الطيرة فوق سطحي، نزلت لي جوا فردت أتحط ما حطت. يعني مو كل ضياع عبالكم يعني طيرة راحت، قد يكون الطيرة انضربت
قد يكون الطيرة انضربت فوق، وهذا يعني وضيعتاني ما يقارب هسه هنش قد بقتن 25 فرخة اتصور. هذا ان شاء الله صعد الحمام، هاي وحده جواهن وذنش الخمسة. ضيعت العفو ما يقارب بالخمس فرخات ست فرخات، وهذا والله يعني الفرخات هنا فوق سطحه مباشرة، يعني أنا أتابعهن، أنا قاعد هنا بالكرسي وأتابع. فالشك يعني مو يعني خلي قد يكون مثلا ثلاثة رايحات بس الباقي قد يكون مضروبات يا شباب، لأن هي فرخة وما تعرف، ومن توصل للصقر يعني مو مثل الأمهات، ذن الأمهات مصقورة ومضروبات ومعاشرات الخطورة فوق، بينما الفرخة شوية يعني مسألتها صعبة. شوف الصلاة على محمد يا شباب، سدنا خمسة، ها هذا السادس عدنا، سبعة راح يصعد الحمام بعد ويختفن. طبعا هاي الوجبة، طبعا الرامبوري انا جدا اشكره، رجع صحته شبابنا الغوالي. قصة الرامبوري، طير ابدع عن عندي هاي الوجبة من ضمن الفرخات اثنين للاخ ابو زيد من اهالي الحلة، واصور لو ياخذ اربعة لو ياخذ اثنين، هن بيهن جولدنات اثنين بقن وبيهن تيادي هم زوجين. فبعده هو الرجل يعني قال له هاشم اعطيني وقت على مود يعني لو اليوم لو باكر ان شاء الله يعطيني خبر عليهن على مود ندزهن له. ف وش اسمه، وتحياتي للاخ حسام بالله العشيره الخزعلي، حسام الخزعلي من اهالي السماوه، تحيه حب واحترام له. طبعا شباب اني دائما يعني اسبق الحدث، اقول لكم يا شباب اني الشخص يعني ما ارد اقول الوحيد، وانما ما استقبل هديه، اني يا شباب ما استقبل هديه، لان اذا استقبل هديه وهذا يطي وذاك يطي وهذا يطي وهذا يطي، اذا واحد يقول لي مثلا شوف هذا عايش على 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 ذن الشغلات يعني ما يقول لك منا ومنا، بس يقول لك انت واحد جوعي ظل تطلب وظل تقدم منا ومنا حمام، والله تستغلها فرصه، تستغل طيبه الناس وعلى ابو انت بقنات وعلى ابو شسمه. لا يا عمي بعمري هاي اول مره بحياتي استقبل هديه، واستقبلت الهديه من بعد ما ضغط الله شاهد من حسام، قال له هاشم صدق السوليف والله العظيم كاسب الخوة مالتك والخوة اللي بينه وبينك، وانت انسان وانت مدري شلون وذاك الكلام الطيب، والصلاة على محمد. شوف الصعود يعني هسه انا قاعد اصور هاي خمس دقائق الصعود، ها اتحدى الموبايل اذا طلعهن وقرب لكم. وين هنا سب؟ أنا قاعد أباع بالعين، دنيش يا هني يا شباب، دنيش هسه راح أرجع زين سلمنا عليهم هواي هواي. موضوعنا، فقلت لكم يا شباب والله العظيم ضغط عليه حسام ضغط مو طبيعي، شخص راقي وجناي قديم للحمام الأزرق. هسه يا ريت انا مستقبل حمام تار، يا ريت مستقبل حمام مستورد او عراقي او اسمه تار. فهو جناي الحمام الازرق، ولد قديم معاشر الحمام يعني عمر صار له وياه. فقال له هاشم ذني راح ادز لك ان شاء الله، يعني لا تعتبر الهديه، احنا يعني من متابعينك ونريد نستمتع بمطيار الازرق على قناتك، يعني ما اريدك كله تار تار تار، فاريدك تنوع. قلت له عمي بيك خير وتدلل ان شاء الله، هديتك واصله وراح استقبلها واهلا وسهلا بيك. فخطرت ببالي يعني مبادره، انا هم اريد اجيب بصراويات يا شباب، هم اريد شوي اريد نونسكم على يعني هم ابواب شتاء يعني موسم. فان شاء الله يعني اذا من خلال قناتي
او من خلال كلام هاي سالفة قناتي، يعني خاف واحد يشوفه غير شيء، بس هو يعني مقصد كلامي يعني من خلال كلامي يا شباب، اذا تعرفون شخص عنده حمام البصراوي اللوت، فاتمنى يعطينا رقمه او شيء اتصل بيه، وان شاء الله اشتري من عند الحمام. ولو نسألكم الله شاهد، انا هاي عند ابراج خير من الله، عند ابراج خير من الله، فنتونس مثلا نطير بصراويات، اذا في حال يوم هوا قوي نطلع البصراويات نتونس عليهن، لان تعرف التتار شويه غثيث بالهواء، يعني مو ذاك الاداء يعطيك. وين الحمام؟ والله من الساعة هنا الساعة ولا واحدة. يا أبا ذنيك اثنين، ذنيك اثنين، هاي الصلاة على محمد وآل محمد. نرجع لموضوعنا يا شباب، فاستقبلت الهدية من الولد حسام الخزعلي، قلت له حسام انت اخوي وعلى راسي، ويكفينا ان تعرفت على شخصيتك الحلوه، مثل ما انت تعطيني هديه انا راح ادز لك هديه بالقوه. قبل الولد ما طلب بالقوه قبل، قال عم انا معطيك هديه الامهات وفرخاتن، اريدك تنشطهن بصوره صحيحه واريد نتونس عليهن. قلت له لا اذا هيك لا راح نختلف. فالحمد لله والشكر وافق على هديتي، دزيت للزوج فرخات هدية دزيت الهيا، وإن شاء الله هدانا هدية كلش حلوة ومرتبة، وإن شاء الله راح أخذ لهم صور وأدمجهن من خلال كلامي. يعني والله الأشخاص اللي يتصلون واللي تواصلهم وياي يعني وياي مباشرة، أنا خل أفر منها هسه، خاف يقولوا له هاشم ترى طيرك أنت بالناصي، اكو واحد كم واحد شوي يشكك بالامر، فهاي خلوا اخذ لكم فره واسولف فمه مو على الابراج. بل كتالله تشوفوا لكم واحد، هذا طير منه ابو الزواج اللي هو بالحمر، خدت تونس الواد عمه، خدت تونس. اسمع النشله، هاي قديمه الطيره، والله اذتني حيل، اذني يعني صارن عندي وكلهن طيبتن، بس هاي بعتها معلقه، ومع ذلك هي طيارة شوية طيارة وتطير، والله تطير حبابة. فنرجع لكلامنا، يعني شكر خاص لكم، وكل واحد يتواصل وياي، وكل واحد اللي يدز لي كلمة حلوة أدز لي نصف عمري. الأخ أحمد من أهالي بغداد، والأخ علي من أهالي بغداد من البلديات الوليد، الشيخ محمد التميمي من أهالي البصرة، أبو زيودي من أهالي الحلة، جماعة عندي بالديوانية، جماعة عندي من البصرة، يعني والله يعني إذا أذكر أسماء يعني كنا حط ورقة وقلم وأجردهم كلهم، والله يعني خير من الله، كلامهم طيب. شكرا لهذا الطير اللي عرفنا على هاي الشخصيات الحلوة، الكلام الطيب بنينا بناء أساسه قوي على محبة وعلى مصداقية وعلى كلام طيب، ما بنينا بلف ودوران، ما بنينا طبعا بشغلات يعني مو حلوة. يا الله الصلاة على محمد، ولا طيرة والله ولا طيرة. طبعا لو أدري والله العظيم حقن الذني والله، شاطيتني البروتين وحقنتني، بس اليوم أريد أعطيهن راحة، بس سبحان الله شو هسه حل الجو، هسه شمسنا بدت تطلع إن شاء الله. والله ولا وحدة، فضل من الله، الحمد لله والشكر. هاي الونسة نتونس ونونسكم بالكلمة الحلوة، نشرب لنا شوية شاي. طبعا تدرون يا شباب اليوم الجو شوي ببرودة، تدرون لي بس لقم صلاة والله العظيم بعدني انا طلعت روحي من الغرفه بويه بارده، طبيت الكنتور طلعت من هدوم الشتاء، الله شاهد لبست لي قمصله شويه جو برد، فضل من الله الحمد لله. شباب هاي فخاتي ترى والله مو طيوري شوف طلعن قبر طلعن هن والعصافير، هاي شو هجم الفخاتي ومن انا قاعد يجن
على هذا الاتجاه. طبعا كل الحب لكم ان شاء الله، ونتمنى لكم الموفقية، وان شاء الله نشوفكم بأعلى المراتب، وان شاء الله حماكم يعني والله الكريم، والله الكريم. يعني لو عنده واحد مثلا يساعدني عنده حمام كلش مرتب، يعني يساعدني مثلا يسوي لنا ترتيب خانات، يساعدني بالمداور مات الماي. انا رجال بعمل، انا رجال هم عندي مريض، والفضل من الله، مريض خير من الله صحته، بفضل الله وبفضل دعائكم ووقفتكم وياي. فالحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر. بس يعني شو اسوي، عد رسوس حرامات عازلها، والله عد رسوسات. طبعا تحياتي للاخ والحبيب والقريب على القلب، وان شاء الله كلكم قريبين على القلب. هاي وصلتنا، انا طبعا هي هاي ذيك الطيره، هاي وصلتنا هديه من الاخ سلام الزرفي من اهالي النجف، وهاي الطيره جبتها هم من عنده، قطيتها طيرة من طيور الرسوس القديمة واخذت هاي الطيرة. هاي الطيرة يا شباب عنده طبقة، يعني شخص من باكستان ثبت قال لهاشم اريد هيك لون وهذا الثوب، بس سبحان الله طلعت الطيرة يعني مو اللي بالي. هاي الطيرة مضروبة على حمام اللي يسوحوا له هذا المصلاوي اللي بيطوق، شوف هذا الطوق البرتقالي، يعني هاي طلعت الطيرة مو تارة، فشلون الذن المصلاويات ومضروبة على تارة، اي يعني مو ما لها تأثير. بس سبحان الله الولد قال لي امهاتها يعني رمانيات وهاي، فطلعت مو اللي بالي. ان شاء الله راح اجيب لكم الطيور، اكو طيور ان شاء الله متواعد عليها ورسوس قوية قوية بمعنى الكلمة، بمعنى الكلمة. بس سبحان الله شوي الفراغات، يعني تعرفون انتم شوي البال ما مرتاح، البال ما مرتاح، وإن شاء الله راح يرتاح بالمرور الوقت، وإن شاء الله نونسكم بحمامنا. الله شاهد، الله شاهد، يعني كون أكاثر، والله كون أكاثر وما بيع، والله بس أوزع هدايا، لأن ما يسوى هسه، هو الحمام ما يسوى. بس أنا أقول لكم التعب، هو المشكلة بالتعب، يعني واحد يتعب على حمامه من لقاح، من علاجات، من ترتيب. هاي قد يكون ياخذ جزء بسيط ويجيب بين اكل بين هاي السوالف. يعني احنا ناس مو تجار على مود، ولا دكاتره ولا مهندسين ولا شيء، يعني ولا عندنا وظائف، ولا عندنا وظائف فيعني ولا رواتب منا منانا. فالحمد لله والشكر مسلكينها بين عملنا وبين عيالنا وبين حاجات البيت وبين، انتم تعرفون بعد واحد بيته قاعد وحده. طبعا هاي هم فرة الخاطر عيون المشكك، طبعا احنا ذا نشيل هم للمشكك ونشيل هم لذاك ونشيل هم لهذا، لا والله ما نعيش. طبعا خلنا نشرب شاينا ان شاء الله ونرجع لكم. انا ما اريد اطول الفيديو، والله ما اريد اطول الفيديو، واريد اوقات النزول مات الحمام على مود تستمتعون بنزول الحمام، شلون الحمام ينزل بصورة صحيحة وشني الاوقات مالت الحمام. تحياتي لكم وان شاء الله راجعين. عليكم اصدقاء الاعزاء، صحة وعافية ان شاء الله. طبعا صورنا مطيار الصبح اليوم، سبحان الله استخدمت الخلطة اللي قلت لكم عليها، نزل فيديو ان شاء الله لكم. طيتهن للفرخات، اول مرة اطي للفرخات، طيرنا شفتتم المقطع قبل شوية، يعني مطيار جميل وهاي، ونزل عد الحمام وقت كلش حلو. صعدت الظهر قلت خلى غد الحمام، خلى غديهن بعد، هذا هو مطيار، استكفيت بمطيار ذن كافي. سبحان الله صعدت من هنا الطيور طفرا عندي، يعني ما سيطرت على ارواحهن، لان عندهن دافع قوي بسبب الهيل وبسبب العفو وبسبب ذن اللوز والزبيب. طبعا كنت ويا اتصال ويا احد الاحبة، كلكم ان شاء الله عزاز من الناصرية، هو ان شاء الله يعرف نفسه الاتش ار، هذا شخصية معروفة ان شاء الله، يعني شخصية معروفة للبعض.
فشفت وياه على اتصال وسولفنا بهاي التجهيز القوي. فيعني صارت الحالة، شوف هسه طلع الحمام ومشغل اناره والله، وقاعد هنا من غابة الشميس لحد الآن. أريد بس واحد نزل عنده، هذا بس، هذا البطل نزل عندي، بس هذا نزل، وباقي عدة منه طيور فوق، ولا طير عنده السامبي. فيا شباب، شوف الفائدة مالت القوة مالت الهيل والقوة مالتين. فالحمد لله والشكر، قدرنا نحصل شغلة حلوة. بس سبحان الله بقت يعني على قولة الأخ محمد رشيدي، يقول لي هاشم، صحيح الحمام بدون جمال، بس هاشم يقول لي المحرك واحد على واحد، لا تدور جمال وتدور شيء، دور محرك. فسبحان الله كلمة طيبة من عنده، سبحان الله الحمام صحيح. انا حمامه مو جميل يا شباب، ما عنده ولا طير حلو، الله شاهد ما عنده ولا طير حلو، بس عنده مطيار، عنده مطيار، انا ونست على المطيار. ف يعني هسه هي الساعه يا شباب، خلينا نتاكد، ونست الساعه بالسبعه و13 دقيقه، قلت لكم الله الكريم نزل عنده بس واحد. وهاي البرج الفرخات، خاف تقولون هذا برج الفرخات يصفر، تعال خلا طلع اذن الفرخات هم عنداني، مو ما عندي. هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وذيك العاشرة وهاي 11. اذن بالله الكبارية هنا، أنا قسم من اتن وقسم من اتن، طلعتن برا على مود يشوف ان الطير، يعني خاف تقولون مثلا هاش نظام. خلا شغل الفلاش، وطبعا صعدت الاربع فرخات اللي وعدتكم عليهن العراقيات، ذني زوج خوات وذني زوج خوات، هاي من الرسوس القديمة، الفول على واحد على واحد. وهاي للأخ حسام، قلنا لكم عليهن الفرخات الاثنين اللي وصلنا هدية من الأخ حسام، هذا الأزرق وهذا أخوه الثاني الأزرق. دائما نصعده، خلنا نصعد يم أخوه. أخوه على مودي والفن. طبعا والله متعب، متعبة شغلة الليل، والله متعبة. بلكت الله، بلكت الله ينزل، لأن والله الكريم أضوج من المطيار. تحياتي تحياتي زعرورة. هاي طبعا تحياتي لأهالي الناصرية، هاي أحد جناية الناصرية، جناية الحمام التار، بنية مرتبة ومتواضعة، فدائما تواصلها وياي، يعني تريد شروحات على الطير وابني، يعني حبت الطير وما بيها شيء اليوم. اذا كانت جنايه، اكو جنايات من بغداد مرتبات وهم عندي تواصل وياهن، يعني فما بيها شيء اذا كان ولد واذا كانت بنيه، بس اهم شيء اليوم من انت يوصل لك الحمام. وطبعا قاعد يتصلون، الله شاهد عندي اتصالات هسه على الواتساب، بس هيك بس مجرد اريد اشرح لكم قوه الفيتامين هذا بين اللوز والكشمش وبين الهيل الاسود وبين الهيل العراقي، يعني وهاي الخلطه ان شاء الله نزلت لكم، هاي نتيجتها. شوف يا شباب، طيرت الصبح نزل عندي نزول حلو، ما اريد اقول لك وقت، نزول حلو خير من الله. صعدت الظهر اريد اغدي الحمام، بس مديت رجلي منها الحمام كله طفر، خلال دقائق اريد الطير يبين ما بين، وهذا لحد الان. وان شاء الله راح اقعد، اقعد واوثق لكم وما يكون خاطركم الا طيب. هذا نتيجة، شوفوا الحقن من تحقن حمامك ومن الدارة حمامك، هاي النتيجة. حش السامع تاكل تفن. تاكل تفن، الله وكيلك، تظل قاعد هنا ومحترق قلبك على حمامك، حمامك كله فوق ما تعرفه، رايح مضروب. طبعا صدق يا شباب معلومة، الطير اللي قلت لكم عليه بالفيديو مالت الصبح، قلت لكم راحت من عند فرخة التشينة، راحت من عند فرخة تشينة حمامية، سبحان الله اليوم الصبح رجعت وهسه وياهن فوق، بعد ما ادري فوق حمام وين ما وين ما ادري، ما دام احنا ما نشوفه بالعين فلا ما نسولف عليه، الا حمامنا نشوفه بالعين
ونقيمه، اما طاير اما ما يعني ما طاير، اما واقع، اما الصبح يرجع لنا، اما يروح بعد ما يجي. فهذا يعني بس مجرد ردت اوثق لكم قوة الخلطة هاي ما شاء الله عليها. وهذا الجو مالتنا، وانا راح اتابع ان شاء الله. قاعد هنا راح اقعد تقريبا ل 12 بالليل، نزل عدة طير، نزل ما نزل اقفل الابراجة وانزل جوه، وان شاء الله نطير لكم الصبح. تحياتي لكم، اخوكم هاشم الساعدي، اتمنى لكم الموفقية، وان شاء الله اذا نزل عندنا طير راح اوثق لكم اياه، واذا ما نزل راح انزل. الله يبارك يا شباب. ساعة 12 بالليل، طبعا صار شوي الجو صافي طبعا، والحلوة اليوم يعني محظوظ اني بشوية هواء ماكو، هذا خطي الحمام نايم. بس نشوف يا شباب، هاي قاعدة ثابتة، بالليل من تريد تنزل من الحمام او العصر من تريد تنزل تقفل الابراج وتطفي الانارة، هذا مبدأ ثابت. لا تخلي هسه هذا حمام سهران، هذا حمام العراقة سهران، ذاك الحمام سهران، ذاك الحمام سهران، فرخاتنا سهرانة، يعني مستحيل باكر اطير، مستحيل باكر اطير. هذا كل ارهاق يصيحوا له، كل ارهاق. دائما دائما مو فرق، يعني فرق قليل بين الحيوان وبين البشر. البشر يريد يرتاح ينام الصبح يطلع على باب الله، يطلع الدوامة، يطلع الشيء. الحيوان كل ما ينام كل ما يعطيك اداء، كل ما يسهر كل ما يعطيك اداء. اكو شغلات، الاكل اذا نظيف للبشر فهو صحي له، الاكل اذا نظيف للحيوان فهو نظيف وصحة للحيوان. فانا اسولف في الحيوان بصورة عامة، فربك يعني ما فرق بين البشر الا القليل، الا القليل. شو حمام ذكي خير من الله، يعني هو رب هو احنا مو نقول حيوان، هسه الحيوان مو قاعد يوصل للافلاك وينزل لك، يعني انت تدري النقطة هاي، النقطة مالتي بالنسبة للطير اذا صعد هو النجف يشوف دودة مو الدور السطح مالتي، فهذا مو ذكاء. انا اعتبرها هاي معجزة من الله، مو بس هذا الحيوان، كل حيوان ذكي وعنده. يعني قبل شوي قاعد اقلب على جسمه على برنامج التيك توك اتصور، فشوي جذب نظري واحد مربي الى كلب. انا طبعا مع كل الاحترام من اذكر حيوان ومن اذكر كلب ومن اذكر شيء، يعني لا حد يزعل من عندي، خاف اقول مثلا يعني احتراما للسامع مكرم السامع، يعني فهو هذا الله خلقه والله خالقنا. ما يعني ليش اقول يعني مثلا اتاسف الوضعيه بان احتقره لان هو حيوان وانا بشر. فاني مطي طبيعه ومطي الحريه المطلقه. السامع المثقف راح يعرف معنى كلامي، والحشاكم الشخصيات النفوس الضعيفه والغير ناضجه عقليا راح تغير معنى كلامي. فهذا حيوان ذكي، الله خلقه ذكاء وافكار وبكل شيء، بكل النواحي. بس الله خلق بين البشر الطاء غير فكر وهذا الطاء غير فكر. الله طانا عقل وطانا اشياء الحمد لله والشكر، والحيوان الله طاء وفاء للكلب وقانون للنمل وشراسة النحل وأجهزة اللي نقول عليها احنا شو اسمه، أجهزة البقاية. أنت تدري البقة يعني عندها جهاز، عندها جهاز ما مصنوع حاليا بالعالم هذا كله، عندها جهاز اللي هو فوق الأشعة البنفسجية داخل البقاية. شوف ربك ايش حالاته، شنو عطفه ويا الحيوان، شنو عطفه ويا البشر. فعدها جهاز داخل جسمها البقاية، ماكو لا العالم ولا الخبراء ولا يعني عباقرة العالم ما يقدرون يكتشفون جزء من هاي الأجهزة اللي داخل البقاية. فلا حد يضوج من أذكر الحيوان، وما أقول يعني إكراما للسامع أو شيء،
فهذا حيوان أني أعتز به وأحترمه احترام كلش قوي، لأن هذا قدم لي وفاء أفضل من بعض البشر قدموا لي الإساءة. ما أريد نطول عليكم يا شباب، الساعة 12 بالليل راح أروح أرجع لقورة شاي عيني، وأرتب إيش عندي بالله الترتيبات هاي. أنا قاعد لأن ما دام حمامي فوق طاير أتأذى، يعني والله العظيم، يعني هذا البرج أنا قاسي ويا الصبح، قاسي ويا الصبح، ورجعت الظهر بس ها أكل، بس تبيت ترهن شوية أكل. هسه ما تقول لي شبيكن شبيكن، هاي الحمد لله والشكر، هي هم منسى. بس انا يا شباب اضوج من مطيار الليل وذن السوالف، ومطيار الليل ما احبهن ابد ما احبهن، هذا مطيار قاعد يونسني ومتونس وفي منتهى السعادة، الله وكيلكم. طبعا هذا الحمام راح ينام لان البرج مالته اظلم، لان فرخات صغار يمكن باكر اطلعهن هنا ادشرهن، راح احجلهن واعطيهن في الصبغ معين واللقاح همه، لان هو بعد استحق اللقاح بما انه طلع للتخريج. طبعا شديت اناره شو اسمه، واكو كيبلات عندي نقص، فان شاء الله راح اسس شوف الكترات والبلايس والهاي ما شاء الله، والله ان شاء الله راح ارتب شغله المسرح، ان شاء الله راح ارتبه، بس ان شاء الله افرغ على مود نصعد لنا وجبه مال فرخه تسهيل من الله ونتونس عليها. احنا مو كل شيء ونقول حمامنا والله هسه حاليا فوق بالجو، حاليا وحاليا ما نريد ابد لا حد يفتخر بحمام، ابد لا حد يفتخر بحمام، سبق وان قلت لكم، سبق وان قلت لكم، هذا من الابطال اللي الوحيد نزل عندي ما يقارب الساعه، والله ما ادري انا موثق لكم اياه، قلت لكم هذا نزل. هاي كلها فرخات طبعا، هاي عراقيه، هاي امها راحت من عندي، وهاي الكظماوية بعد ايش عندنا، والباقيات والله فرخات، كلها فرخات. لان اطبل لهنا اعطيهن فلاش، اذا 12 طير هنا عداني، 12 طير خليت، وهنا انا خليت 7 طيور. فرخة من الاتن قلت لكم راحت، وسبحان الله رجعت لي بمطيار العصر، بمطيار العصر رجعت والله، بلكت الله بلكت الله ترجع على موت نوثق لكم اياها. هسه عم طيس بيها بس خلي يرجع المالات، اذا نيتشه 6 فرخات وصعدا وياهن زوج، صعد وياهن ابو شيبه وصعد وياهن التيدي اللي اعتبره اني الاتش اسميه تيدي، شويه سمين شلون هذا، هذا هم اتش بس عم بطل، هذا بحج الاصفر صعد اخوه. هاي الحمد لله والشكر، نشوف شنو الوضع والباقة على الله، بركة الله، الله يحبنا وينزل لنا اياها بخير وسلامة. طبعا وصلت لنا تعزيزات، خلنا ناكل لين شغلتنا اليوم تعب تعب. والله العظيم هاي السالفة، هاي شغلة الليل تأذي، والله تأذي حيل تأذي تأذي. خل ارتب السطح انظفه والباقة على الله، تاش السو بلكة الله ينزل يا أخي. الطير الطير عزيز، الطير عزيز. تعال 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 يا قلبي. يلا شباب ما نريد نطول عليكم، أنا باقي هنا، أنا راح أرجع لفراشي هنا وللصبح، هم عين عجو عيني، وهم باقين نشوف شنو الوضع، بلكة الله يبين ان شاء الله. دعونا دعونا يا شباب، دعونا يبين ان يلا عيني تصبحون على خير، واذا اكو تكمله هم ان شاء الله ادري. صباح الخير اصدقائي، طبعا اخذتنا النومه،
محادثتك من مالات البارحة. هذا الأسود، هذا بس طيور يعني متوجعة، وذاك الجولدن همه، ذاك الجولدن الأخير آخر واحد، وهذا بالشيبة، ذن ثلاثة. وأكو طير وينه الشباب؟ هذا اللي قلت لكم عليه راح، شوفوه هذا رجع. بعد ايش عندي؟ طبعا بعد ثلاثة طيور اتصور، اتاكد من هذا البرج. هاي الكراس بنت العراقي، ان شاء الله طايرة. تقريبا عنده بعد ثلاثة ماكو لحد الان. ذاك منين طلع؟ هيا لوتي، هذا بعد ربع ديل الدنيا يا شباب، بعدهن صغار. طبعا خلنا نوكل الحمام، وطبعا هذا وياهن، هذا الاسود، هذا هم هذا كان طاير. وكان عنده صور ثلاثة بعد التيد اللي ليان وياهين. هذا اللي قلت لكم عليه يا شباب الراح، هذا الطير راح من عندي. قلت لكم الفرخة راحت، هاي الفضل من الله، ستممت وذني ثلاثة ناسلات، هاي أربعة تقريبا عندي بعد ثلاثة طيور. طبعا خل أطلق هاي المجموعة بما انه احنا ضربناها بروتين. هذا شنو؟ حيوان. الصلاة على محمد. هذا واحد طاب لهنا، هذا واحد مين طبعا سد هذا الباب. شوف الضيم، شوف الضيم، شوف الضيم، ابو عيون السود. بعد لا حجي لا شي، كل شي ماكو. يلا طب جو، طب 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 طوب طوب يا معود، استر علينا، احنا من نام احترق قلبنا على طيورنا. طبعا هنطبق بذن الطيور. هاي شباب، هاي بعت الوايرات مالت البارحة، هاي قلوب البارحة بعده مشتغل. شوف هذا الجولدن شلون متوجع،
حاضر اسوي المتوجعات. وين طبيت ولك؟ وين طبيت؟ طيب والله كبعد لو ثلاثة إن شاء الله، لو ثلاثة لو أربعة هسه نتأكد من أتن. يلا طلع يلا شباب، قدموا فينا وياكم والمقطع طال كلش طال. راح ننتظر ذنيشة وان شاء الله على الفيديو الاخر راح نذكر لكم شنو الشغلات بالتفصيل بعد اكثر واكثر. تحياتي لكم وعذرونا طال الفيديو عليكم، وانا تأخرت بالنوم، اخذتني النومة والله، يعني ما يقارب نمت بالخمسة، يعني ما ادري قاعد اقلب بالتليفون، والله انا سهران. هذا حمام نفس ان شاء الله راح يبدي يصعد. تحياتي ومع السلامة يا غالي. السلام عليكم اصدقائي. طبعا ما اريد يعني اكثر عليكم كلام، فضل من الله، فضل من الله تماما. حماماتي طبعا هسه الساعة 12 الظهر صعدت للطيور وخير من الله. هاي اللي قلت لكم عليها، شوفوا يا شباب، هاي تيدي تشينا، هاي راحت من عندي اللي ذكرتها بالبداية، الفضل من الله رجعت. وهاي اللي قلت لكم عليها تيدي ليليان اللي بقت، وهاي الكراس اللي عندي خير من الله رجعن. هذا الجولدن اجاني بالليل ان شاء الله موثق عندكم، وهذا الجولدن وصل لي وعدي اذن الزوج اللي قدامكم، هذا ابو سمرة، ابو سمرة طبعا، وهاي ابو شيبة، هاي بصف الاسود، هذا ابو شيبة البي نقطة سودة. فضل من الله تماما، حمامات بخير وسلامة طبعا، وهذا الشيء يسعدني، كلش يسعدني، الله شاهد. الساعة 12 يعني راح اسحب روحي، راح اسحب روحي على كيف، انزل اجيب اكل، اذب الابراجه، ندخل الطيور ونقفل عليها يوم كامل بدون مطيار، لان كلها مستهلكه تعب. والبارحه ما نايم الطيور، فالحمد لله وشكر تمم بخير وسلامه، وهذا فضل من الله. ويعني هاي الخطه الله شاهد وقفت عقلي، وقفت عقلي، هاي لحد يستهين بها يا شباب، لحد يستهين بها. عندني شفرخاتنا بعدني لحد جلتن ولا شيء، والله الصبح نزلت يعني بس ضجت، والله يعني البعض من حمامه ما وصل ضجت. فهاي هاي هاي ليليان انا متانيها يوم يوم، هاي البطلة سجلت حضور الجولدن، هذا الجولدن، هاي تشينا اللي قلت لكم عليها راحت من عندي، هذا البطل هم طاير وياهن البارحة بالليل، والله هذا البطل طاير وياهن البارحة بالليل، فالحمد لله والشكر.
تمم بخير وسلامة، وهذا فضل من الله الحمد لله. والله البارحة يعني اختنقت، أنا ضجت حيل، لأن غلطة وكنت يعني ما كان ببالي هذا القوة مات البروتين اللي يطيته إلهن اللي بالفيديو السابق، يعني استهانيت بي، قلت هسه ما تقول لي شنو يعني قد يكون يفرق لهن بشقد، بنص ساعة ربع ساعة؟ لا والله شو طلع عدال الوقت، والله العظيم يعني أوقات دمار، أوقات حلوة. صلى على محمد، شوف قوة الطيور قوية، الله شاهد قوية، يعني هسان ها بس راح أقوم من القاع، راح أقوم يعني قوتهن مو طبيعية يا شباب، طيور بس تريد تطير، يعني هذا يبقى فعاليته ما يقارب باليومين. يعني فعاليته تبقى باليومين، شوف الفرخة ذيك من ربع ذيل، بويا راح يشقق الشبك تطير منه. ها ذيك واحدة منعتهن اللي قلت لكم عليها طابة. إذن اليوم هم طارن حلوات ومرتبات، طبعا شو تقولون نطلع ذنيك الفرخات؟ بس بعدني والله لا محجلهن لا شيء، والله خايف يطيرن ذني، واذا طارن يسوي السالفة مثل سالفة اليوم. خلينا نحاول نطلع ذني شوي نتونس عليهن، ما اريد نصير انانيين. يلا حبايب ندلل الباب. لا هذا الاخ البيت البارحه الليليان وحش عمي، والله وحش. يلا يا ابوي مو طيران ابتلي، والله بعد قلب العيون السود. يلا غات، يلا عيني هاي ام رمانيه. يلا يا ابوي، يلا قابل اتوسل. يا علي شوف المرادم قلباني الاكل. يلا يا ابويا، يلا شويه روح الويا، لا صبغ لا لقاح ولا حجول، توكلا على الله. هلا والله وكحات يا علي. يلا عافيه. يلا شد لها لك هنا، طبعا راح يطول الفيديو عليكم، كلش راح يطول والله، بس يسوي خلنا نتونس. شوفوا يا شباب ربع ديل بعد ربع ديل. الصلاة على محمد. هاي معودين قلبت الأكل خالي. يلا طول عليكم، هاي فضل من الله، وقلب ارتاح، الله شاهد قلب ارتاح حاليا. صلى على محمد وآله. احلى شيء مني تمم حمامك بخير وسلامه. يلا دكافي خالي، هذا البارحة الباتن والله اربعتن، والله قسما بذات الله، وهذا وياهن طب الخامس، ذيك مو وياهن، لان خمستهن مبين عليهن الجوع والارهاق، هذا هم وياهن. تعال يا قلبي تعال، هذا ابو السوداء وياهن، بعد منو وياهن؟ اذا نبلط اثنين من الصعدين، هاي فرختنا خلي تباويع وخلي تطفر منا ويا الحمام، واللي تروح هذا هو بعد شو اسوي لها؟ هاي بعد ربع ديال الله شاهد شوفوها، والابط مالتها نسل، ابطها نسل. هلا بالوحوش صعدوا من فوق صعدوا، يلا عيني طبوا جوا. يلا يا ابويا فرحتونا، الله يفرحكم ان شاء الله.